قالوا عن 30 يونيو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ليعلم العالم أجمع بأن المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية في عزمها وقوتها إن شاء الله وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل لبسطاء الناس من أشقائنا في مصر. فمصر الإسلام والعروبة والتاريخ المجيد لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك، وإنها قادرة بحول الله وقوته على العبور إلى بر الأمان. قالوا عن 30 يونيو.